دلوقتي بقى نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هعمل لكم كيكه بالبرتقال، ان شاء الله هتعجبكم بطريقه سهله جدا وبسيطه. انا جايبه هنا المقادير معايا: 3 بيضات، كيس فانيليا، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، كوبايه برتقال، بشر برتقال، يعني جايبه البرتقانيه وبشرها، و3 دقيق، وكيس بيكنج باودر. هي دي المقادير معانا، وهنبقى نزود لما نحط الدقيق، هنزود شعرة ملح كده صغيرة. فيلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جايبين هنا البولة اهيت، هنحط فيها البيض زي ما انتوا شايفين كده، حطينا الثلاثة بيض معانا. هنحط كيس الفانيليا اهوت، وهنحط كوباية السكر، وهنضربهم مع بعض لغاية اما البيض يتخلط مع السكر كده، ويبقوا عجينة واحدة. زي ما انتوا شايفين اهو، ضربنا السكر مع البيض مع الفانيليا. هنحط دلوقتي بقى نص كوباية زيت وكوباية البرتقال وبشر البرتقال، زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا حطيت البرتقال وبشر البرتقال ونص كوباية الزيت. يبقى هقول المقادير تاني: حطينا الاول 3 بيضات وكيس فانيليا وكوباية سكر، ضربناهم مع بعض لغاية ما السكر دب معانا. بعد كده حطينا نص كوباية زيت وكوباية البرتقال وبشر البرتقال، هنضربهم برضو مع بعض. ودلوقتي هو ضربناهم مع بعض، هنحط بقى الدقيق معانا 3 كوبايات اهمت. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، هي الكوبايه بتاعتي اللي بقى بعاير بيها كل حاجه، عشان طبعا المقادير تطلع مظبوطه معانا اهوت كده. الثلاثة دقيق، هنحط بقى كيس البيكنج باودر، معلقه كبيره يعني. ماشي، ورشة ملح بسيطة خالص، وهنضربهم برضو مع بعض. زي ما انتوا شايفين اهو، ضربت كل حاجة مع بعضها لغاية ما بقت العجينة قوامها كده سايل معانا زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى هنا صينية زي ما انتوا شايفين، دهنتها زيت ورشيت رشة دقيق كده بسيطة، علشان الكيكة معانا متلزقش في قلب الصينية. ماشي، وهنصب بقى الخليط في قلب الصينية. وزي ما انتم شايفين اهو، صبينا الخليط في قلب الصينية. بقى الفرن على درجة حرارة 200، ولازم يكون الفرن سخن عشان الكيكة تنفش معانا كده وتبقى قوامها كده حلو، والسمك بتاعها كده خفيف وهش. وان شاء الله المقادير هتطلع مظبوطة، واهم حاجة تكون المعيار بتاعك هي نفس الكوباية، عشان ما يطلعش في حاجة ناقصة. دلوقتي بقى انا هدخلها الفرن وهوريها لكم ان شاء الله لما تطلع، استنوني. وزي ما انتم شايفين كده، طلعنا معانا الكيكه بسم الله ما شاء الله جميله جدا ومستويه. جربتها بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، السكينه طالعه نظيفه ما فيهاش اي عجين. بصراحه طريقه جميله جدا وسهله، ومقاديرها مظبوطه جدا. يا رب تكون الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد مني. واسيبكم في امانه الله، مع السلامه.